الأساسي بأحر التهاني القلبية لطاقمها التدريسي وجميع العاملين في المدرسة وأولياء الأمور الكرام وطلابنا الأحبة بأحر التهاني القلبية بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم الموجهة الأستاذة منال عوض أحمد خميس، موجهة الصفوف الأولية في مدرسة إقراء الأهلية. نهنئكم ونبارك لكم بحلول الشهر الفضيل، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأتمنى من أولادنا وأولياء الأمور أن يكون شهر مليء بالعبادة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. أشكركم شكراً جزيلاً. نعم أنتم بخير، رمضان مبارك، تقبل الله صيامنا وصيامكم. نهني الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بحلول هذا الشهر الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والأمن والاستقرار والمحبة والتآخي ومزيداً من التقدم والأخاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك، رمضان مبارك، رمضان مبارك، وكل عام وأنتم بخير. رمضان مبارك، رمضان مبارك، every year you're all good. رمضان مبارك، 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 رمضان مبارك. رمضان مبارك، رمضان مبارك، رمضان مبارك، رمضان مبارك، رمضان مبارك، رمضان مبارك، قرايب اخواتي يلا نصلي وندعي وماتي، صحابي جيراني قرايب اخواتي يلا نصلي وندعي وماتي، صلوا علينا هو شفانا. رمضان مبارك، رمضان مبارك، رمضان مبارك، رمضان مبارك، مليون صلاة وسلام عليك. أبواب